نحتاج ل 150 جرام زبدة، لكوب واحد سكر، لأربع بيضات، ولملعقة صغيرة فانيلا، لربع كوب زنجبيل مجفف محلى، ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور، كوب واحد حليب، 2.25 كوب طحين، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ربع ملعقة صغيرة بيكنج سودا، ملعقتين كبار عصير ليمون، وملعقة كبيرة برش ليمون. نعم. هلأ بالنسبة للطحين بس بدي أحط له رشة بيكنج باودر. خلينا نحط المعلقة كاملة. أوكي، إذن حطينا الطحين مع البيكنج باودر، وبدي أحط له رشة ملح. فين الملح؟ خلاص الملح مش عندي، اعتبروا إنه الملح موجود. بدي أحط له بيكنج سودا. إذن أنا عم بخلط المواد الجافة مع بعض، وطبعاً الطحين لازم يكون منخل حتى تطلع معاكم الوصفة تمام. هاي المواد الناشفة. طيب يلا. علاء شادي بيقول، أو علاء بتقول كانت قطع الكهرباء وهلأ إجت الحمد لله. أوكي أبدأ؟ آه أوكي. هلأ إذن حطينا الزبدة بحرارة الغرفة، لازم تكون 150 جرام، يعني أصبع ونص. 150 جرام. طيب داليا عوض، بدي اقول لك انه ابدا انا مش قصدي اني يعني اني ما اشوف تعليقات او اطنش اي تعليقات، اكيد لا، انا كمان بحبك يا داليا، واهلا وسهلا فيكي. هيك شفقتني بتقول لي ميس انا بحبك، بس ما بعرف بحسك ما بتحبي او ما بتحبيني. ابدا ابدا بتطنشي التعليقات. ابدا لا ابدا صراحه، لا 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 يعني مرات لا والله ابدا. هلا حطينا كوب السكر على ال 150 جرام من الزبده. هلا في شغله انا مدخلتها بالوصفه، يعني رح تلاقوها شكو، ما رح تلاقوها، اذا ما لقيتوها بتقدروا تعملوه بس بالزنجبيل الطازه مع عصير الليمون، بس صراحه كثير بتعمل فرق ميس. هذا خدي عشان ما تمرضي ابدا، كليها وقولي لي شو هاي. هذا الزنجبيل اللي هو كانديد، معمول زي المجفف. يعني انا ما بحب طعم الزنجبيل واضحه، بس هاي رح تطيب لك حلقك هلا من هون لسنه. هو بيجي هيك، وبعدين انا مقطعته حتى احطه جوا الكيك. بتلاقوه بالسوبر ماركت الكبيره، الهايبر ماركت موجود مكياس. في منه ماركات اجنبيه، وفي منه عند بعض العطارين كمان. على فكره طعم الزنجبيل فيه مش كثير قوي، لا يعني مش حد انه بيضايق. هلا هو مش كتير رخيص، اوكي، ولا كتير غالي، يعني تقريبا لوقيه ب 3 دنانير ونص، بس بتكفيكم رخيص. هاتي كمان وحدة. بس بتكفيكم يعني لكيكتين ثلاثه، صراحه عن جد بيعطي طعم بالكيك اذا لقيتوه. واذا بتحبوا تسالوني من وين وادلكم برضه ابعتوا لي على صفحتي. هلا رح احط زاكي مثلي ما بتحبي. هلا بدي انزل البيض تدريجيا. مامة رمحة عم تزلك بتفيجي على الكويت، رايحة هذا الأسبوع كثير. أنت برضو أنت مسؤولة اليوم عن كل إشي. بكرة أنا إن شاء الله يوم الخميس عندي عرض بالكويت، رح أقول لكم وين على صفحتي. إن شاء الله يوم الخميس عندي عرض بالكويت، فأم همام زلساتك بالكويت لازم تيجي وأشوفك إن شاء الله. مروة النوباني قرابة، قرابة أهلا قرابة. سوزان قيسي صباح الخير. أم حمادة الشعيبي برضو صباح الخير. ممكن احط شاي اخضر بدل الاسود؟ لا لا مع الحليب والهيل، صح صح. يعني مبدئيا لا لا رح يضربوا الطعمات مع بعض. الشاي الاخضر لحاله اذكى شيء، او مثلا مع ياسمين او ليمون. او رزان الحموي اشتقت لك كثير، وسعيده بلقائك، وبنتظر ان شاء الله تزوريني بالمنزل يا حبيبتي. يا اطيب واروع شيف، انيقه وطيبه. رزان الحموي. آه حبيبتي يا رزان، الله يسعدك يا ربي، كلك ذوق والله، الله يخليكي. هلأ ميس بدي أحط الحليب، عندنا حليب سائل، بس بدي أحطه يعني بنحكي إحنا بالتناوب مع الطحين، ما بنزل الحليب مرة واحدة ولا الطحين مرة واحدة بالتناوب. قبل ما أحطهم خليني أحط برش الليمون، وخليني أحط الزنجبيل الطازة. سامر الحجاوي والله بدها أكلة سمك، بعت لنا صورة سمك. ياي طب اعزمينا، ما احنا قرايب. سامر. هلا يا سامر. هي الفانيلا. نعيمة خليل طبعا ممكن احكي اسمك.
ايش قصة هالكيكة ديما؟ استني انت كملي بهذا بلاش الله يقولوا مش مركزين بالاكلة. اكيد اكمل. تفضلي. بس بدي اسالك عن كيكة. اوكي. حطينا ال 150 جرام زبدة. بخاف من هيك لما تجي زي المديرة. مع كوب سكر. بس اجي اركز. مع اربع بيضات، زنجبيل طازة، برش ليمون، فانيلا، وهلا الكاندي جينجر او الزنجبيل المحلى. اوكي. بس ما هي حطيه بالخلاط معاهم. بالخلطة جوا. ونخفق شوي صغيرة، نقدر نعملهم هيك حتى ما يطرطش الدنيا. هلا بدي اضيف الطحين تدريجيا مع قلنا الحليب، طبعا الطحين معه بيكنج باودر ومعه البيكنج سودا، فكل المواد الناشفة عندي محطوطة هون. بدي اصير اخلط نص بنص. حضني اطفي حتى اقدر اضيف كل الطحين. ديما ايش هو هاي؟ ايش هو هاي؟ شو قصه هاي الكيكه؟ شفتي قديش متداوله؟ يعني شو هاي بيعملوها بالبيت؟ حطوا لنا عليها هيك خلينا نوجههم يعني نفهم شو قصه هالكيكه هاي. هاي كيكه فنيه جدا، بس هي كيكه شوكولاته، يعني بتعملي انت شوكليت كيك. ممكن تدهنيها نوتيلا يعني شوكولاته، ممكن تدهنيها كريمه شوكولاته، ممكن تجيبي كيك. بعدين بتجيبي كل هاي الاشياء اللي ما بقدر اسميها. كل انواع لانه بروح بكره اذا بسمي كل الانواع اللي عندك في الصوره. وبتصيري انت تتفنني يعني ممكن تجيبي مش طب هون يعني هي كيكه وبنحط حوالي مش معقول هلا امي اسمي اعملي لي اياها عيد ميلادي لا اله الا الله حاضر مليون طلب زي هالطلب يا حبيبتي حبيبتي انت بس انه كيكه يعني بسيطه بس شكلها كثير فني يعني بس انه من فوق مغطيه بكل هاي الاشياء بس هي شوكليت بدك تدهنيها بالشوكليت حتى هي كمان تلزق عليها تلزق. الاشياء بس يعني مش كوني حشيتيها شوكولاته من جوا كمان لو بتحبي هاي سندس محمد يا سندس هاي كيكه عيد بنتي طب سندس قرب عيد ميس لا لبسك الكيكه يا سندس الله يسامحك انا عندك في كيكه لا والله ما انت عندي في كيكه بتشوفي احلى كيكه ونازله زنجبيل مش زنجبيل حالتك حالي بتقولي عندك كيكه ماشي طب هلا بدي اضيف باقي الحليب نرجع نخلط وباقي الطحين طيب عندنا عريب مجاهد اهلا وسهلا خلود دودين عم بيسالوا عن صفحتك ديما على الفيسبوك حاضر ان شاء الله بس اروح اليوم بحط لكم اياها على صفحه يعني تحت التعليقات اللي انتم كاتبينهم ان شاء الله انا هيك صارت الخلطه عندي تمام في عنا تحيه لقناه رؤيا انعام وحنان ديما اشطر شيف زين الخب بقول لك انت اشطر شيف يا حبيبه قلبي الله يخليك يا رب كلك ذوق يا زنزون أوكي. هلا احنا بس دهنا القالب بشويه زيت او زبده وشويه طحين حتى ما تلزق الكيكه معنا هاي من الكيكات الحلوه ديالا حبيبتي ديالا هاي من الكيكات البسيطه مايس اللي بتقدري تاكليها كل يوم يعني كيف دائما الستات بيحبوا لسه الكيكات الساده لهلا بطلبوا مني كيكه اساسيه يعني هاي فيها زنجبيل ليمون طيبه هيك لكل يوم للفطور خفيفه مغذيه طيب هلا في كثير ناس ديما عم بيسالوا عن الطبق اللي عملتيه الفخار فاذا كان في وقت يعني بنرجع نعيد شو هلا بس اطوله من الفرن يلا وانا عم بزين فيه بذكركم بالضبط كيف عملناه سناء زايد شكرا لك حبيبتي يا سناء الله يسعدك وصفاء عيسى بتسلم على والدتها بفلسطين قاعده بتتابعكم تحيه لكل اهل فلسطين حبايب قلبنا حبايب قلبنا بنسلم عليهم جميعا جميعا هاي خلطتنا صارت جاهزة ميس طبعاً مندخلها على فرن حرارته 180 لمدة 40 دقيقة 40 إلى 45 دقيقة أوكي. وبتطلع زي هيك تطلع زي اللي محطوطة على الطاولة زي اللي محطوطة هون أنا خلوني كمان أجيب جاهزة. الفخارة اللي عندي يلا أوكي هيا عواودة لا نسينا شغلة مهمة
نسينا شغلة مهمة كتير وما رح أطنشها، لازم أحكيها، لأن نسينا عصير الليمون، فيه معلقتين عصير ليمون بالخلطة قبل الفرن طبعا. فهلا بس هيك بدي بس هيك بتحطيها؟ هو لازم كان أحطهم مع الحليب. أوكي، فأنا هلا بس بدي أعمل هيك وبس أخلط، أساسية طبعا جدا. أوكي، فبليز انتبهوا إنه مع السوائل مع الحليب تحطوا معلقتين عصير الليمون حتى تصير كيكة ليمون. أوكي تمام. حمزة الرفاعي بتعرفي تسوي كرشات؟ طبعاً تعرفي. بعرف بس يعني ما بدي أحكي إنه ما بحب، لأنه بحبش أحكي كلمة إنه يعني مش من الأكلات اللي بتفضليها، مش كتير بستمتع يعني. أكيد وأنا بعملهم يعني، ف يعني بس بعرف الطريقة كتير منيح، بعرف أنظفهم، بعرف كل إشي، بس ما عندي استعداد إني أعملهم بصراحة. هلا مندخل الكيكة زي ما قلنا على فرن حرارته 180 درجة من 45 من 40 ل 45 دقيقة. Thank you.